خير ومحبة وسعادة ومغفرة ورضوان مشاهدينا في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل. نرحب فيكم في لقاء جديد مع برنامج العقرب اللي دائما ما يبخل عليكم من خلال مبالغ نقدية مقدمة من خلال هذا البرنامج، وأيضا الربح الكبير على السيارة في آخر حلقة من حلقات برنامجنا. طبعا إرسالكم لكلمة استوديو راح تأهلكم للمشاركة معنا داخل استوديو البرنامج، أما إرسالكم لكلمة العقرب راح تأهلكم لفوز بآخر سيارة من سيارات برنامج العقرب. طبعا إضافة إلى فقرة الاتصالات والرسائل النصية، أنتم دائما ربحانين مع برنامج العقرب، والليلة حقيقة ليلة استثنائية، ليلة خاصة في حق هذا البرنامج، ربما يوم يذكر لتاريخ برنامج العقرب، لأن معنا ضيوف خاصين وهم قدموا مبادرة كثير طيبة وكثير إنسانية. هم عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى اللي اختارهم الشعب العماني بإرادتهم الكاملة، لكن المميز جدا في هذه الحلقة أن هذه المبالغ اللي راح ترصد من خلال الفوز ما راح تتجه لحساباتهم الشخصية، لا، راح تتجه للمجتمع المدني وتحديدا لجمعيات خيرية. مبادرة كثير جميلة تبين تآلف كبير بين أعضاء مجلس الشورى وفئات المجتمع المدني وتحديدا للجمعيات الخيرية. أكيد نرحب فيهم ونبدأ نتعرف على المشترك الأول. محمد بن سالم البوسعيدي. والمشترك الثاني سلطان بن ماجد عبود. أهلا وسهلا. يا مرحبتين، سعادتك سالم بن عبد الله العوفي. والمشترك الأخير توفيق بن عبد الحسين جمع اللواتي. نتمنى لكم كل التوفيق. المميز أيضا في هذه الحلقة راح نبدأ في رصيدهم 1000 ريال، عادة نبدأ ب 500 ريال عماني، ولكن كونها أنها تحمل بادة ثانية كثير جميلة راح نبدأ ب 1000 ريال عماني للمتسابقين الخمسة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. وكالعادة راح نبدأ بالسؤال التقريبي، وصاحب الإجابة الصحيحة أكيد راح ينطلق معنا مع العقرب. خلونا نشوف السؤال التقريبي مع بعض. كم بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2012؟ أتمنى منكم الإجابة على اللوائح الإلكترونية، عندكم 30 ثانية. إذا مشاركة خاصة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في برنامج العقرب، حلقة استثنائية وتحمل قيمة إنسانية لفئات المجتمع المدني وتحديداً الجمعيات الخيرية. انتهى الوقت يا أصحاب السعادة، وأتمنى منكم تقدمون لنا الإجابات الصحيحة. طبعا راح نبتدئ عادة، يعني نبتدئ مع المشترك الأول سعادة محمد بن سالم البوسعيدي. 12 مليار و700 12 مليار و700 ريال عماني. 700 ألف ريال عماني. وسعادة سلطان بن ماجد العبري، ممكن اشوف اللوحة؟ هو كان 11 وزاد 2 13 مليار. 13 مليار ونص. مليار ونص، ممكن اشوف الإجابة معاه لو تتكرم؟ أحسن لي شي يسد شكباك. طيب إذا ما اشتغلت أعطيني الإجابة مرة ثانية. 13 مليار ونص. 13 مليار ونص. والمشترك الثالث سعادة علي بن حمد البادي، تفضل. 18 مليار. 18 مليار. واما المشترك الرابع وهو سعادة سالم بن عبد الله العوفي. 13 مليار. 13 مليار. والمشترك الاخير سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتية، نشوف الاجابة. 11 مليار و800 مليون ريال عماني. 11 مليار و800 مليون ريال عماني. طيب احنا اكيد راح نختار الاجابة الاقرب، والاجابة الاقرب هي اللي راح تحمل احد اعضاء مجلس الشورى للانطلاق مع نقطة التحدي. نحن في الانتظار، في انتظار معرفة من هو صاحب الإجابة الأقرب. من فيكم يرى نفسه صاحب الإجابة الأقرب والصحيحة؟ من فيكم يعتقد أنه هو صاحب الإجابة الصحيحة؟ زكي أبو ياسر. أبو ياسر؟ أقل من 12 مليار. هو مليار و900؟ هو 7 مليار و963 مليون. ما صحيح. لا ما صحيح. ما صحيح، قالوا لنا ما صحيح. الإنفاق الحكومي كانت الموازنة 10 مليار في 2012 حدود 13 مليار. في 2012
كانت 11 مليار وانفق وزادوا عليهم مصروفات 2 مليار كانت 10 مليار وعجز عندهم مليارين و300. طيب طيب ايش رايكم نحلها وديا ونسال سؤال ثاني؟ خلاص احنا نزكي ابو ياسر عليكم كفاره. احنا اليوم حلقتنا بتبدا ب 1000 ريال وسؤال تقريبي جديد. طيب في سؤال احلى واسهل بصراحه، يعني كم يبلغ عدد الافلاج المائيه في السلطنه؟ كم يبلغ عدد الافلاج المائيه في السلطنه؟ اللي تمشي واللي ما تمشي. هذا كم ابو ماجد؟ ممنوع المحادثات البيئيه يا اصحاب السعاده. هي لعبه وديه على فكره ولها خصوصيتها بوجودكم ان شاء الله. طيب نشوف سعاده محمد. 3000. 3000. طيب وسعاده سلطان؟ 4200. 4200. وسعاده بس لحد الحين ماشي 4000 يبست 4300. 4300. وسعادتك يا 3500. 3500. طيب وسعاده توفيق؟ 500. طيب انا في انتظار الاجابه، انا حالي حالكم انتظر الاجابه من غرفه التحكم ونشوف الاجابه الصحيحه. 4112 فلج، هذه الاجابه اللي وصلتنا من غرفه التحكم، واكيد صاحب الاجابه الاقرب سعاده سلطان. تفضل معنا، اجابتك كانت 4200. العقرب الان راح يتجه لك. تجي وحدك؟ تفضل حياك الله. سعادة سلطان ما حب انه يعني يجي يوصلني مع العقرب. ما عليه سبقناه. سبقت العقرب، تفضل هنا معي. بسم الله. سعادتك في البداية حابة اسألك، كيف تابعت برنامج العقرب؟ والله تابعته، أول شيء جاتني رسالة من تويتر. وبعدين اشتركت في مسابقة. وتابعت بعض الحلقات. يلا إن شاء الله تكون موفق معنا. الله يبارك فيك. وراح يبدأ سعادة سلطان التحدي مع العقرب. ونبدأ مع السؤال الأول. الفترة السابعة لمجلس الشورى تمتد حتى 2017 إلى سنة 2017. أيوه. طيب متأكد من إجابة سعادتك؟ 2000 و... هو انت عندك تختار العقرب او انك تقدم يعني تختار الخيارات؟ 15 الحين احنا 13 باقي سنتين. 15 نثبت 2015. ايوه نثبت. والاجابه صحيحه 2015. طيب الان سعادتك نعم تسحب 100 ريال من احد المشتركين. والله نبدا بالشايب. مين الشايب فيهم؟ من كبيرهم. طيب مين عادي تدفع على اكبر واحد فيكم؟ قرر مالك شغل، لازم انت تقرر. خلاص مساعدة توفيق، لانه هو اتفق الاخ توفيق قال بالحروف الابجديه الف باء تاء. يلا نسحب 100 ريال من رصيد سعادة توفيق، رصيدك كان 1000 ريال واصبح 900 ريال. طيب ونشوف سؤال ثاني. والسؤال كم يبلغ عدد ولايات السلطنة؟ جيب العقرب. العقرب. العقرب؟ ايه. العقرب. 53 و56. العقرب طبعا يساعد المشتركين في الحصول على رصيد اضافي خاصة إذا جاوبوا إجابة خاطئة. صح؟ 56 53. خلينا نشوف العقرب راح يحدد. سحبنا من حساب سعادة توفيق 100 ريال. والآن يقف العقرب عند علي بن حمد البادي. كم واحد عدد؟ 61 ولاية. 61 ولاية. طيب إذا الإجابة صحيحة راح تحل محل سعادة سلطان. والإجابة 61 ولاية. ما صرنا بعيد بعدنا. ما عليه. طبعاً ترجع سعادتك لمكانك ويحل محلك سعادة علي. تفضل. بسم الله. سعادتك يعني ما أنتوا اليوم، لا أنا زعلانة منكم، ما حد فيكم استخدم العقرب لحد الآن. اسرع. ودينا. مرحبا. اهلا وسهلا فيك. نبدا. طبعا. مستعد؟ ان شاء الله.
نشوف تحدي سعادة علي مع العقرب ونشوف السؤال. إذن السؤال الأول لسعادة علي البادي، إيش هو يا ترى؟ عالم مغربي من مؤسسي علم الخرائط له كتاب نزهة المشتاق. ابن بطوطة. ابن بطوطة. حاب تستخدم العقرب؟ لا لا ما. طيب خيارات. نثبت؟ نثبت إن شاء الله. نثبت، ربما تكون الإجابة صحيحة. الإدريسي سعادتك، كأنك استعجلت؟ استعجلنا إن شاء الله. طبعا تخسر 100 ريال من رصيدك وترجع لمكانك. جميلة هذه المبادرة من أصحاب السعادة المشاركة معنا في برنامج العقرب، المبالغ اللي راح يربحونها راح توجه لجمعيات خيرية في السلطنة. والتحدي الثالث أو المتسابق الثالث راح يكون سعادة سالم بن عبد الله العوفي، أتمنى أن يعني أنت هالمرة شوية تختلف وتطلع العقرب. ما يحتاج؟ لا العقرب الليلة ما استخدموه المتسابقين. ما عليك. أنتم متساويين مع المتسابقين الآخرين سعادتك. إن شاء الله. طيب. يبدأ تحدي سعادة سالم مع العقرب ونشوف التحدي كيف راح يكون هالمرة. إذا نشوف السؤال مع بعض. لأي ولاية تتبع نيابة طويعتير؟ لأي ولاية؟ باقي 18 ثانية. صلالة. لولاية صلالة؟ متأكد؟ تقريبا. طيب نشوف الإجابة. ما تغير رأيك ها؟ لا. خلاص نثبت. مرباط، للأسف خسرت 100 ريال وترجع لا. لمكانك. شكرا. شكرا سعادتك. سعادة سالم خسر من السؤال الأول وأيضا سعادة علي، بس مو مشكلة يعني هذا تحدي جميل وتحدي جديد، والمتسابق الذي يليه طبعا سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتية. العقرب راح يتجه لك ولا خلي العقرب يتجه لسعادته؟ سعادتك راح يتجه العقرب في اتجاهك. اللي تقولين. يا سلام عليك. أشكرك. أشكرك سعادتك. بس كيف جتكم فكرة المشاركة في البرنامج ولأي جهة راح تقدم المبلغ اللي راح تحصل عليه؟ سعادة توفيق هو المشترك الوحيد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى اللي راح يتجه لنقطة التحدي من خلال العقرب. سعادتك لأي جهة راح سعادتك سامعني؟ لأي جهة راح تقدم المبلغ اللي تحصل عليه؟ ما سمعتك عفوا. لأي جهة راح تقدم المبلغ اللي تحصل عليه الليلة؟ احنا متفقين مع بعض لجمعيتين. جمعية نور المكفوفين. نعم. و ايش الجمعية الثانية؟ تفضل سعادتك. تدخل مبكر. تدخل مبكر، كل التوفيق لك سعادتك، وراح نبدأ التحدي مع العقرب. ونشوف أول سؤال لسعادة توفيق. كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114. 114 سورة. متأكد سعادتك؟ متأكد. طيب نثبت الإجابة ونشوف الإجابة الصحيحة. سعادة توفيق قال 114. صحيح، 114 سورة من القرآن الكريم. صحيح، إجابتك صحيحة. 100 ريال في رصيدك تختارها من أحد المشتركين. سلطان بن ماجد. البادي أظلم. واحد بواحد. مثل ما سحب منك أنت راح تسحب منه. ما إشكال. ما إشكال. يلا 100 ريال من حساب سعادة سلطان إلى حساب سعادة توفيق. طيب نشوف سؤال جديد سعادتك؟ إن شاء الله. نشوف السؤال مع بعض. حرب في الجاهلية نشبت بين عبس وذبيان بسبب سباق خيل، ما هي الحرب؟ إيش اسم الحرب؟ فيك تختار العقرب، فيك تختار الخيارات، فيك تجاوب صح أو تجاوب غلط. إذا جاوبت غلط راح ترجع سعادتك لمحلك. خيارات. نشوف الخيارات.
باقي ثانيتين ونشوف الخيارات مع بعض. داحس والغبرة، البسوس أم الفجار أو الفجار؟ داحس والغبرة، البسوس أم الفجار؟ ما هي هذه الحرب التي نشبت في الجاهلية؟ داحس والغبرة، انثبت؟ إن شاء الله انثبت. والإجابة صحيحة. طبعاً سعادتك أنت عارف ما راح تربح رصيد، مجرد تثبيت لوجودك معنا إن شاء الله في نقطة التحدي. ونشوف سؤال آخر لسعادة توفيق. ما المقصود بالزبانية في قوله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية؟ العقرب. العقرب. ونشوف العقرب أين سيتجه ومن سيكون صاحب الإجابة الصحيحة. أنا تقريباً عارف عارف المعنى. طيب ايش تتوقع؟ بس زبانيه النار. زبانيه النار. هم سمعونا ولا يمكن اذا حد سمع في حل محلك. خلينا نشوف. والعقرب اختار هذه المره سعاده محمد البوسعيدي. وايش الاجابه سعادتك؟ الزبانيه هم ملائكه العذاب. ملائكه العذاب. نشوف الجواب. نعم إجابتك صحيحة سعادتك، ربحت 100 ريال وتسحب المبلغ من سعادة توفيق وراح تحل محله. سعادة توفيق أشكرك، تتفضل على العقرب وترجع لمحلك وربما تعود لنا مرة أخرى. سعادة توفيق هو المشترك الوحيد حتى الآن اللي استخدم العقرب للوصول إلى نقطة التحدي. أتمنى أيضا من سعادة محمد بن سالم البوسعيدي أيضا ربما يستخدم العقرب، مو حاب العقرب. طيب تتفضل سعادتك معنا. حتى الآن رصيدك فيه 1100 ريال عماني، المبالغ اللي راح تحصل عليها سواء سعادتك أم أصحاب السعادة الآخرين طبعا راح تتجه لجمعيات خيرية. نبدأ تحدي سعادة محمد ونشوف السؤال. نبدأ التحدي أولا. إذن تحدي سعادة محمد والسؤال يقول: نوع من الزهر يقدم في بعض الدول الأوروبية في مراسم العزاء. عقرب ولا خيارات ولا إجابة صحيحة؟ عقرب. العقرب. سعادة محمد اختار العقرب، والعقرب الآن سيتجه إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى اللي مشاركين معنا الليلة في حلقة استثنائية وخاصة جدا من برنامج العقرب. عند سعادة سالم عندك الإجابة سعادتك؟ البنفسج. البنفسج؟ اسم الزهرة البنفسج. طيب نثبت؟ تقريبا هي زهرة الخشخاش. خسرت 100 ريال ويتجه المبلغ لسعادة محمد. إذا زاد رصيدك إلى 1200 ريال عماني. عموما راح نواصل ونكمل مشوارنا وتحدي شيق مع العقرب، لكن بعد فاصل قصير كونوا معنا. برنامج العقرب البرنامج الوحيد اللي بيقدمه أربع مذيعين: تهال الزرجادي. ونشوف الإجابة الصحيحة. وانتي صح. كوب أبو جودة. الرقم صار كامل ورائي، رقم الشخص يلي بيكسب معنا سيارة عم نتصل فيه. أنا فرح بن رجب. خلينا إذا نشوف السؤال التالي. جيهان اللمكي، في آخر أسبوع شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وكل سنة وأنتم بألف خير.
تدعو الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجمهور الكريم زيارة موقع الحملة الترويجية لمنتجات رواد الأعمال. المكان سيتي سنتر سيب، الزمان من 29 يوليو إلى 8 أغسطس، الوقت من 10:00 صباحا وحتى منتصف الليل. أهلا وسهلا بكم بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تواصل مع عالمك واحتفل بفرحة الشهر الفضيل. رمضان مبارك. مملكة الأميرة المدللة. للحجز تواصل معنا. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أحمد! والله يا أحمد! من هالغبي اللي قالك ما لازم؟ أنت استاذ! من وين لك فلوس؟ أشتغل في البنك ويعطوني فلوس. من وين البنك يجيب فلوس؟ يشتغل ويربح. كيف يربح؟ ارتفع ضغطي، لين هنا واصل. شلي عني؟ بشر! راح أستلم القرض! أنا جلست معك كم مرة؟ وين جلست معك؟ في السجن. في السجن؟ ترى العميل مسجون. لحقنا السجن. مالك ما تتكلم؟ خانقتني الفرحة. أنت اللي جميل. لو سمحتي لو سمحتي. إيش رأيك في الحركة؟ استريح. جلسوا هناك. أنت ما في الدنيا. أنا ترقيت. أستاذ أنا ما أحب أفتن. حسن. كيف اقدر اساعدكم؟ عبيد من جابك انت في الاجتماع؟ استاذ انا ما حضرت الاجتماع، انتوا اللي حاضرين في المطبخ. جدد لكم التحية مشاهدينا وين ما تشاهدونا، حلقة جديدة وبرنامج العقرب، وحلقة استثنائية بوجود خمسة ممثلي مجلس الشورى العماني. أجدد التحية لهم وأعرف بهم من جديد. معنا سعادة محمد بن سالم البوسعيدي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية بوشهر، هو موجود معنا حاليا على نقطة التحدي. وأيضا أرحب بسعادة سلطان بن ماجد العبري، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية عبري. وايضا ارحب بسعاده علي بن حمد البادي، عضو مجلس الشورى وممثل ولايه ينقل. طبعا الضيوف والمشتركين ميزه حلقتهم الليله راح يبداون او بدؤوا ب 1000 ريال عماني، وهذه المبالغ سترصد لجمعيات خيريه. وارحب ايضا بسعاده سالم بن عبد الله العوفي، عضو مجلس الشورى وممثل ولايه اسكي، وبسعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح. أجدد التحية بكم. وإحنا الحين وصلنا معاكم لفقرة جديدة، فقرة تحبونها كثير، وهي فقرة الاتصالات. وصلنا لفقرة الاتصالات ومعنا المتصل الأول حبيب العامري. مساء الخير حبيب.
مساء النور، مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله. حبيب مستعد معاك اليوم سعادة محمد عضو مجلس الشورى محمد البوسعيدي، راح يساعدك وانت تساعده في الإجابة الصحيحة ان شاء الله. نشوف، خلينا نشوف السؤال. والسؤال يقول: ما الحيوان الذي ينام واقفا، الأسد ام الثور ام الحصان؟ الحصان. سعادتك ايش تقول؟ انا اقول الحصان. سعادة محمد يقول الحصان وأنت تقول حصان، ونثبت الإجابة، والإجابة صحيح. إذن في رصيدك 200 ريال، ألف مبروك، وفي رصيد سعادتك سعادة محمد 100 ريال عماني. واتصال آخر، اتصال جديد مع متصل ثاني معنا. محسن الخروسي، مساء الخير. مساء النور. متابع البرنامج؟ متابع. مستعد للسؤال؟ مستعد. معك سعادة سلطان العبري ممثل مجلس الشورى. إن شاء الله. نشوف السؤال. والسؤال: ما معنى اسم جلمد؟ هل الصخر شديد الصلابة أم الجمل القوي أم الشجرة اللينة؟ أعتقد الصخر. الجمل القوي. الصخر. الصخر؟ كجلمو إذا صخر حطه السيلة من علي. وأنت إيش تقول؟ الصخر. والإجابة صحيحة وثبت. نثبت بعدين إجابة صحيحة. طيب، ربحت 200 ريال، ألف مبروك، سعادتك في رصيدك زاد 100 ريال. وسؤال آخر ومشترك أو متصل آخر معنا ندى. مساء الخير ندى. مساء النور. كيف حالك؟ مستعدة للمشاركة؟ إن شاء الله. طيب، معك سعادة علي البادي عضو مجلس الشورى. نشوف السؤال مع بعض. مسلسل عماني كوميدي بطولة محمد الناصر وهند البلوشية هو ربشة، ود الذيب، ولا نظر عيني؟ سعادتك. أظن ربشة. ظن ربشة. وأنت يا ندى؟ إن شاء الله ربشة. إن شاء الله ربشة؟ إن شاء الله. ربشة ولا ولد الذيب ولا نظر عيني؟ إيش الإجابة؟ مساعدة. ممكن أغير؟ يلا. مسلسل بطولة محمد الناصر وهند البلوشية، مسلسل، لا، وفاء، مكتوب غلط السؤال، وفاء البلوشي ومحمد الناصر. صحيح صحيح صحيح، أنتوا صح، بس أنا اختلف علي الاسم. والإجابة ربشة. صحيح سعادتك، في رصيدك 200 ريال وفي رصيد سعادتك 100 ريال. واتصال جديد ونقول مساء الخير ونشوف مين معنا هالمرة مع سعادة سالم. مساء الخير يا عامر. مساء النور. مستعد للمشاركة؟ أنت في برنامج العقرب. نعم مستعد. نشوف السؤال. والسؤال هو: ميناء في مسقط يختص بالقطاع النفطي هو الفحل ولا ريسوت ولا السلطان قابوس؟ الفحل. الفحل. ميناء الفحل. عامر أنت تقول الفحل، وسعادة سعادته أيضا يقول الفحل، سعادة سالم. نعم. والإجابة صحيحة، هو ميناء الفحل. كسبت 200 ريال وفي رصيد سعادتك أيضا 100 ريال. واتصال أخير مع المشترك الخامس مع سعادة توفيق، ومعنا سالم. مساء الخير يا سالم. السلام عليكم. توطي صوت التلفزيون كثير عالي عندك. نعم معكم أنا. يلا ونشوف السؤال. تفضل. ما هي عملة المملكة الأردنية الهاشمية، الريال ولا الدرهم ولا الدينار؟ دينار. سعادتك إيش تقول؟ دينار أردني. أنت تقول دينار وسعادتك تقول دينار، والإجابة صحيحة. ربحت 200 ريال، ألف مبروك، وفي رصيد سعادتك 100 ريال. الآن نرجع لتحدي جديد وسعادة محمد بن سالم البوسعيدي، وتحدي جديد مع العقرب. سعادتك كان في رصيدك، يعني أو ما زال في رصيدك 1300 ريال. نبدأ تحدي جديد، نشوف السؤال إيش يقول. من الأبراج السماوية في دائرة البروج من ألمع نجومها السماك الأعزل. من ألمع نجومها السماك عقرب الأعزل. اختار العقرب ونشوف العقرب وين راح يروح.
العقرب سيتجه إلى أحد المشتركين الليلة، خاصة واستثنائية بمشاركة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى العماني ممثلي ولاية بوشر وإسكي وعبري ومطرح وينقل. سعادة توفيق، إيش تتوقع الإجابة؟ لا أنا أنتظر إجابتك. في خيارات ولا ما فكرت؟ لا ما عنده خيارات بما أنك اخترت العقرب. لا هو العقرب يتمشى بعد ما يوقف عندك. جيب واحد يلا خمن سعادتك عادي. أعطي أي شيء. ممنوع المحادثات الجانبية. برج من الأبراج السماوية. ها؟ ما تعرف سعادتك؟ خمن أي شيء. خمن أي برج يمكن تضبط. طيب نشوف الجواب. أعطي العقرب يمكن. لا ما يستوي. العذراء. العذراء. خسارة سعادتك 100 ريال من رصيدك راح ينتقل لحساب سعادة محمد 100 ريال عماني. مشكور أبو ياسر. ونشوف سؤال آخر. جيب واحد. ونشوف سؤال آخر لسعادة محمد. عندك 30 ثانية للإجابة على السؤال التالي. في أي محافظات السلطنة توجد قرية كمزار؟ مسندم. في أي محافظة؟ محافظة مسندم. لكن محافظة مسندم. نثبت؟ نثبت الإجابة مسندم. والإجابة صحيحة. ومن مين راح تأخذ المئة ريال الحين؟ لك حرية الاختيار. نوازن سعادة أخ علي البادي. من سعادة علي البادي 100 ريال. هو في رصيده 1100 راح يصير رصيده 1000 وأصبح رصيدك 1500 ريال. ونشوف سؤال جديد لسعادة محمد. منظمة تهتم بإطلاق سراح سجناء الرأي وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، إيش اسم هذه المنظمة؟ ولا تختار العقرب ولا تختار الخيارات؟ شوف الخيارات. ما جربنا خيارات اليوم. نجرب الخيارات. باقي 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1. الخيارات. السلام الأخضر منظمة العفو الدولية ولا منظمة الصحة العالمية؟ الأمور أوسطها. العفو الدولية. العفو الدولية. والإجابة صحيحة. صحيحة. طبعاً سعادتك ما ربحت شيء لكن تتواجد معنا في نقطة التحدي. ونشوف سؤال جديد لسعادة محمد البوسعيدي. أي جهة حكومية في السلطنة صدر عنها كتاب حوار مع زعيم السلام؟ جهة حكومية أصدرت كتاب حوار مع زعيم السلام، ما هي هذه الجهة؟ ناخذ العقرب. سعادتك تختار العقرب. ونشوف العقرب أين سيتجه لأحد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركين معنا ليلة في برنامج العقرب. طبعا سعادتك أنت عارف أن بما أنك اخترت العقرب مرتين هذه آخر مرة تختار فيها العقرب، ولكن ما زال رصيدك هو الأعلى حتى الآن. نشوف العقرب أين سيقف هذه المرة. عند سعادة علي البادي. في خيارات ولا؟ ما عندك خيارات. التراث والثقافة. وزارة التراث والثقافة. ربما تكون الإجابة صحيحة وربما تكون الإجابة خطأ. والإجابة هي مجلس الدولة. خسرت 100 ريال من رصيدك والرصيد يتجه تلقائياً لرصيد سعادة محمد. ونبدأ سؤال جديد مع سعادة محمد البوسعيدي. لا زاد رصيدك. لا كمبيوتر اليوم. لا يزيد رصيدك. أنت كان عندك 500 صار 1600. معلش نعتذر منك. كمبيوتر اليوم خطأ يعني عادي فني مو مشكلة. شوف السؤال يلا. يلا بس بعد ما يتعدل الرصيد. لا انتظر الرصيد يتعدل بعدين نشوف السؤال. ولا نشوف السؤال أول؟ خلاص تعدل الرصيد 1600 ريال ونشوف السؤال. ما المقصود بمصطلح الفوبيا؟ فوبيا. فوبيا يعني الحساسية من شيء ما.
الخوف. ايوه الخوف. يعني خوف من اي شيء. نثبت. ثبت. باقي 11 ثانيه 9 ثواني. لا خوف. صح صح صح. من مين راح تاخذ ال 100 ريال؟ هذا المرة ناخذها من أبو ماجد سلطان. من سعادة سلطان العبري. موافق سعادتك؟ جار جار. حالنا عدالة. كيف؟ لأن عدالة. لأنك عدالة موافق؟ جار جار. أيوه. خلاص الجار للجار. ونسحب 100 ريال من رصيد سعادة سلطان العبري. نفس الجيب. الحمد لله إن شاء الله دوم. ونشوف سعادتك سؤال آخر؟ نشوف. ونشوف السؤال. على بركة الله. شوف السؤال. ما هي عاصمة الفلبين؟ مانيلا. مانيلا. يعني سؤال أكيد إجابته هي مانيلا ونشوف الجواب. 100 ريال إضافي في رصيدك، من مين راح تأخذها هالمرة؟ إحنا نوازن يعني تعادل. طيب. الشيخ علي نأخذها هالمرة. الشيخ علي؟ طيب نأخذ من حساب سعادة علي بن حمد البادي 100 ريال اللي في رصيده 1000 وصار رصيده 900، رصيدك ما شاء الله 1800 ريال. ونشوف سؤال جديد لسعادة محمد بن سالم البوسعيدي. في أي سنة انطلقت الفترة الأولى لمجلس الشورى؟ الفترة الأولى 1991. 91؟ متأكد؟ نثبت؟ ثبت. نثبت ونشوف والجواب 92. يعني سنة واحدة سعادتك. 91؟ لا لا 91. متأكدين؟ مكتوب 92. أنتم متأكدين من معلوماتكم؟ إن شاء الله. تعود لمكانك سعادتك؟ طيب. إذا 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 كان في خطأ من عندنا راح نرجع لك. هو أنت تأكد من معلوماتكم وأنا متأكد من معلوماتي. المعلومات أنا تردني أنا من عند منها. غرفة التحكم وإن شاء الله تكون صحيحة. تعود لمكانك سعادتك إن شاء الله. ونبدأ تحدي جديد مع متسابق آخر من أعضاء مجلس الشورى اللي راح يحل محل سعادة محمد بن سالم البوسعيدي. كان في تحدي جميل بينه وبين العقرب، وصل رصيده ل 1700 ريال او 1800 ونزل رصيده الى 1700. طيب سعاده سلطان اكيد حاب تشرف معنا كونك المتسابق التالي بعد سعاده محمد، تجي معنا لنقطه التحدي من جديد. بسم الله. بسم الله تفضل. سعادتك ما حاب تستخدم العقرب، واحنا طبعا ما راح نفرض عليك هذا الشيء. أهم شيء أنكم تربحون مبالغ جيدة لأنها راح تتجه لجمعيات خيرية، وهذه بادرة كثير طيبة منكم. سعادة سلطان بن ماجد العبري أرحب فيك من جديد، ويبدأ سعادته تحدي جديد مع العقرب. ونشوف السؤال إيش يقول. بماذا أو بما اشتهر العالم كريستيان هولسماير؟ من هنا ذي؟ نجيب الخيارات. نجيب الخيارات. هي من هنا. يلا نشوف الخيارات. هو ألماني على فكرة، بس اشتهر بشيء. يلا بسم الله نشوف الخيارات. نشوف الخيارات. نشوف الخيارات إيش راح تكون وربما تصيب. ليش ما اخترت العقرب؟ والله نسيت. الطباعة ولا الرادار الهوائي ولا مصباح الفتيل؟ طباعة ما يمكن. عاد هي من هنا معه. ال ها الرادار الهوائي يمكن؟ سير ولا الرادار الهوائي؟ نشوف الرادار الهوائي. نشوف. توكل على الله. والإجابة صحيحة، لكن طبعا انت ثبت في مكانك سعادتك، لان كذا اللعبه راح تكون. بما انك اخترت خيارات تكون في مكانك بس ما يزيد الرصيد، بس تظل في مكانك. اذا ماشي. اخترت العقرب وصاحب الاجابه جاوب اجابه خطا، انت راح يزيد في رصيدك 100 ريال، واذا جاوبت صح طبعا يزيد في رصيدك ايضا 100 ريال. طيب ونشوف سؤال جديد لسعاده سلطان. اين يوجد مقر البرلمان العربي؟ مصر. في في مصر. في مصر؟ ها؟ مصر؟ في مصر. ربما باقي 14 ثانية. نشوف نشوف الإجابة. وقال مصر. نشوف الجواب.
سعادتك في سوريا؟ سوريا هي فيها برلمان تو. برلمان العربي. كل شيء من دهم فيها. شنو؟ خسرت 100 ريال. نعم. ما عليه. تسمح لي؟ استوى. ترجع سعادتك لمحلك؟ يلا. أشكر هذه الروح الطيبة والروح يعني التحدي، الروح أخوية كبيرة بين أعضاء مجلس الشورى، أتمنى هكذا تكون كواليسكم أيضاً في ممارسة العمل السياسي أيضاً. إذن تحدي جديد ومتسابقة ثالث، المشترك الثالث هو سعادة علي بن حمد البادي. العقرب وصلنا عندك، انتبه. ما حب يستخدم العقرب، مش مشكلة، هو في رصيده حتى الآن 900 ريال عماني. مرحبا سعادتك، تعود لنا من جديد وتحدي جديد، ولكن نعود بعد فاصل قصير. ابقوا معنا وبرنامج العقرب. البيلسان نهتم جدا بفخامة التغليف ورقي التقديم، ننتجها لكم بمختلف الأشكال والنكهات، قدموها لأحبائكم ودعوها تعبر عنكم. البيلسان كل قطعة تحمل رسالة. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تواصل مع عالمك واحتفل بفرحة الشهر الفضيل. رمضان مبارك. البوابة العربية للمعارض شركة عمانية أنشئت لتقدم خدمات متكاملة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات، فعاليات المناسبات الوطنية والحملات الإعلامية. تمتلك الشركة خياماً ذات أشكال وأحجام مختلفة مع كافة التجهيزات، كما توفر خدمة التسويق والتصميم الإبداعي. تواصل معنا. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضع حبات من التمر وكوب من اللبن، ممكن تعطيك حاجتك الغذائية ليوم كامل. علشان نتعرف على فوائد التمر واللبن وغيرها، تابعونا في رمضان في تمر ولبن. قد تجمع حولنا كون جميل يهدي نوادر الرمشنا كي نفهمه، فلننطلق فلنلتقط صورا له، نتخيل الأشياء كيف سترسمه، بخيالنا وعلومنا سنعاصر الإبداع بالحس الرفيع، لنلزم ونطير فوق سحابة المتميزين.
مشاهدينا لفقرة الرسائل النصية اللي أرسلوا كلمة الرسائل كلمة العقرب طبعا راح يربحون معنا 200 ريال عماني 6 مشتركين. نذكركم بالأرقام الموجودة في أسفل الشاشة الموضحة، طبعا هذه الأرقام تؤهلكم للمشاركة معنا داخل استوديو العقرب. أما بالنسبة للمشاركة الهاتفية من خلال الاتصالات المساندة للمشتركين معنا في الاستوديو أو الرسائل النصية والسحب أيضا الكبير على السيارة من خلال إرسال فقط كلمة العقرب، كشف اتصالاتكم ما ظل شيء على نهاية الشهر الفضيل وعيديتكم مضمونة معنا إن شاء الله. أرحب فيكم من جديد، وأيضا خلونا نشوف سوا إيش هي الأرقام الفائزة معنا ب 200 ريال عماني 6 مشتركين، ونبدأ مع سحب الرسائل النصية. والرقم الأول صاحب الحظ السعيد اللي يحصل على 200 ريال مقدم من تلفزيون سلطنة عمان رقم 9981715212. مبروك على المشاركة وعلى المبلغ. وصاحب الرقم الثاني هو نشوف الرقم مع بعض 9214433000. ألف مبروك، ربحت معنا 200 ريال. وصاحب الرقم الثالث هو نشوف مع بعض 9422453333. ألف مبروك، ربحت معنا 200 ريال. والمشترك الرابع اللي راح يربح معنا 200 ريال هو صاحب رقم 9415555005. ألف مبروك. والمشترك الخامس أو المتصل الخامس على الرسائل النصية أرسل كلمة عقرب وربح 200 ريال 9903688. ألف مبروك. والرقم الأخير الرابح 200 ريال من خلال إرسال كلمة العقرب هو 9943880. ألف مبروك، ربحت معنا 200 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. إذا انتهينا من فقرة الرسائل النصية ونعود لتحدي سعادة علي مع العقرب. ونشوف السؤال ايش يقول. بحيرة بايكال هي أعمق بحيرة في العالم، فأين توجد؟ سعادتك؟ في خيارات. تختار الخيارات مش العقرب. سعادة علي اختار الخيارات. عندك 15 ثانية ونشوف الخيارات ايش هي. طبعا الخيارات راح تثبتك في مكانك في نقطة التحدي، ولكن لن تربح مبالغ مادية. ونشوف الإجابة أو نشوف الخيارات مع بعض. روسيا ولا المغرب ولا جنوب أفريقيا؟ أظن روسيا. بحيرة بايكال في روسيا. ثبت سعادتك؟ وأعتقد الإجابة صحيحة، لكن ما ربحت رصيد. ما عليه، روح رياضية. نشوف سؤال ثاني لسعادة علي. في أي أنواع الشعر اشتهر المتنبي؟ الفصحى طبعا. في الشعر الفصيح؟ نعم. يعني أي نوع من أنواع الشعر؟ ممكن خيارات؟ ممكن أكيد الخيارات. طبعا في رصيدك حتى الآن كم؟ 900 ريال صح؟ نعم. طيب نشوف، يمكن يقل يمكن يزيد مع إجابتك الصحيحة للخيارات. نشوف الخيارات ايش هي. الرثاء. الزهد ولا الرثاء ولا الفخر والمدح؟ الفخر والمدح. مثبت؟ نعم. وجوابك صحيح. سعادة علي اجابتك صحيحه، اشتهر المتنبي بالفخر والثناء، ولكن رصيدك ما زاد. طيب نشوف سؤال جديد ان شاء الله، ربما تختار هالمره العقرب. نشوف، في أي مجلس تكون رحيلة الريامية المكرمة، رحيلة الريامية عضوة فيها؟ مجلس الشورى تقصد يعني؟ مجلس الدولة طبعا أكيد، لكن كانت يعني سابقا ولا؟ في أي مجلس هي حاليا؟ في مجلس الدولة. ومجلس الدولة، نثبت الإجابة؟ وإجابتك صحيحة، وهي امرأة معروفة جدا في السلطنة، نوجه لها تحية. 100 ريال
من مين تختارهم؟ اختارهم من محمد طبعا. من سعادة محمد طبعا. ليش؟ لان رصيده اكثر. نسحب من رصيد سعادة محمد 100 ريال لرصيد سعادة علي البادي، ونعود اليك سعادتك وسؤال جديد وتحدي جديد ونشوف السؤال. في اي محافظة يوجد حصن الخندق؟ البريمي. ما شاء الله جاوبت على طول، متأكد؟ اي متأكد. طيب خلونا نثبت. صحيح، محافظة البريمي اجابتك صحيحة. وتختار من مين تسحب 100 ريال؟ من محمد. مرة ثانية. ليش انت لمين ناوي تتبرع هالمرة؟ طبعا جمعية تدخل مبكر وجمعية نور للمكفوفين. الله يعطيك الخير كله ان شاء الله. طيب نسحب من رصيد سعادتك 100 ريال، ويزيد رصيد سعادة علي إلى 1100 ريال، ونشوف سؤال جديد لسعادة علي البادي. في أي نادي سعودي يلعب العماني عماد الحسني؟ ممكن خيارات؟ ممكن عقرب. يلا يلا يا عقرب اشتغل اليوم. اللعبة راح يتجه لأحد المشتركين من أعضاء مجلس الشورى في حلقة استثنائية وخاصة. طبعاً المبالغ اللي راح يرصدونها من خلال الحلقة راح توجه لجمعيات خيرية. نشكرهم على هذه المبادرة الطيبة والتواجد معنا في استوديو برنامج العقرب. ورصيدهم بدأ هالليلة استثناء بألف ريال عماني، ويتوقف العقرب عند سعادة ربما سلطان ولا محمد. عند سعادة سلطان. سعادتك أي نادي؟ الأهلي. نادي الأهلي السعودي؟ كان عقده مع نادي الأهلي السعودي ولا هو الحين؟ نشوف الإجابة. سووا العملية. بسبب طبيب. سعادتك إجابتك. بسبب طبيب المنتخب اللي معنا. ما شاء الله، شكرا على المعلومة. سعادتك صحيح، إجابتك صحيحة. عموما تاخذ منا 100 ريال وترجع سعادتك لمكانك. سعادة سلطان. أجيب. ما خلاص انتهى الوقت، بس لأن بس ظل عندنا السؤال التقريبي. وطبعا انا حابه اشكر مره ثانيه اصحاب السعاده على وجودهم معنا. احنا الحين راح ننتقل لسؤال تقريبي، ولكن اذكر ان اصحاب السعاده اعضاء مجلس الشورى شاركوا معنا الليله سعاده محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولايه بوشهر، وايضا سعاده سلطان بن ماجد العبري ممثل ولايه عبري، وسعاده علي بن حمد البادي ممثل ولايه ينقل، وسعاده سالم بن عبد الله العوفي ممثل ولايه اسكي، وسعاده توفيق بن عبد الحسين اللواتيه ممثل ولايه مطرح. طبعا حلقه كثير كانت مميزه بوجودكم معنا، والان وصلنا لنهايه الحلقه ونشوف مع بعض السؤال التقريبي. السؤال التقريبي راح يزيد في رصيد صاحب الاجابه الاقرب كم؟ 1000 ريال، مش 200 ريال بس اليوم. يعني شيء جميل. انا الحين فقط وصلني الخبر من غرفه التحكم، فهذا شيء يعني صراحه يثلج الصدر. 1000 ريال راح يزيد في رصيدكم، إذا أتمنى تكون إجابة دقيقة. وعموما مهما كان الفائز ومين ما كان الفائز، يعني المبالغ راح توجه للنفع العام. ونشوف السؤال التقريبي إيش هو راح يكون. كم تبلغ مساحة السلطنة؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت ونشوف الإجابات الصحيحة. هي 320,000 كيلومتر مربع. 320,000 كيلومتر مربع. سعادة محمد. سعادتك سلطان. الإجابة 300,000. 300,000. وفي موقع 300,009. 300,009. أيوه. وسعادتك سعادة علي. 300,000 و320,000. طيب وسعادة سالم. 300,000 كيلومتر. سعادة توفيق. 312,000 كيلومتر مربع. طيب طيب، طبعا أنا بس حابة أقول إن في البداية صار في خطأ في السؤال وأعتذر منكم. طبعا السؤال الأولاني التقريبي، إحنا كان سؤالنا عن ميزانية 2012 2010 آسفين،
والسؤال نزل لكم عن 2012. اعتذر لكم طبعا على السؤال التقريبي الاول، وفي النهايه اكيد مهما كانت المبالغ المرصوده اليوم راح تكون للنفع العام. السؤال التقريبي كانت الاجابه عاده يعني صاحب الاجابه الصحيحه يحصل على 200 ريال، ولكن خصيصا لتواجدكم معنا وهذه البادره الطيبه منكم راح ترصدون 1000 ريال لمجرد الحصول على اجابه تقريبيه صحيحه. سعادتك سعادة سلطان ايش كانت اجابتك؟ 300، وفي موقع ثاني 309. 309؟ ايوه. ولا 300؟ 309. طيب. والجواب هو، نشوف الجواب. ثلاثمائة وتسعة وخمسمائة كيلومتر مربع طبعاً. 309,000. سعادتك 3,900 كيلومتر. إجابتك كانت الأقرب والدقيقة. زاد في رصيدك 1000 ريال عماني، وأنا حابة أعرف مع زيادة هذا الرصيد رصيدك وصل إلى 1900 ريال عماني، لأي جهة راح تقدم المبلغ اللي حصلت عليه؟ والله أتمنى الألف هذا الأخير يروح لوزارة الصحة، لوحدة غسيل الكلى اللي معنا في المنطقة صار لها مع كم سنة ما سوت شيء. نعم. أو تروح لغرفة العناية المركزة في محافظة الظهر. نعم. وسعادتك ال 900 الثانية وين راح؟ مع الجمعيات الثانية. سعادة محمد. جمعيات اتفقنا عليها الجميع، هي جمعية النور للمكفوفين، جمعية التدخل المبكر، وجمعية الحياة، بالتساوي بين ثلاث الجمعيات. طيب يعني جميع بقية المبالغ. أصحاب السعادة راح مبالغكم تتجه للجمعيات. نفس الجمعيات. طيب. عموما مجموع المبالغ 5200 ريال عماني، شلنا منها الألف ريال اللي رايحة من؟ شلنا منها الألف ريال رايحة لوزارة الصحة. ألف ريال لوزارة الصحة. لعل وعسى يسدهم. عموما يعني احنا نتمنى لكم التوفيق اصحاب السعاده اعضاء مجلس الشورى، اتمنى هذه الروح اللي تواجدتوا فيها معنا في حلقه الليله ايضا تكون موجوده في كواليس العمل في مجلس الشورى، نتمنى روح التآخي وروح التآلف دائما تكون بين جميع افراد المجتمع العماني. واذكركم ايضا مشاهدينا تابعونا على اليوتيوب عمان تي في جنرال، وتابعونا على الفيسبوك عمان تي في جنرال، وتابعونا على تويتر، على كل وسائل التواصل الاجتماعي، تشاركونا في البرنامج بإرسال كلمة استوديو للمشاركة داخل استوديو برنامج العقرب، أو إرسال كلمة العقرب للفوز بالسحب الكبير على آخر سيارة، السيارة الخامسة في آخر ليلة من ليالي برنامج العقرب. أوجه لكم التحية وأتمنى أشوفكم بكرة على خير، تصبحون على ألف خير، مع السلامة.